اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا الله نسألك يا الله بديع السماوات والأرض المنان ذا الجلال والإكرام ذا الطول والإنعام، أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تجيرنا من النار. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وبظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ أمنهما وسلامة قاصديهما، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، إلهنا عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، منك الفرج وإليك المشتكى. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين المحتلين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم ابسط أمننا وأماننا،
واجعل عبادك آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا واحفظ حدودنا وثغورنا، ووفق اللهم إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا منتصف شهرنا، اللهم فارزقنا إكمال عدته، اللهم فارزقنا إكمال عدته، ووفقنا لقيام ليلة القدر، ومن علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا.